على الزمالك. انت بتهاجم كده؟ بتهاجم كده الزمالك بيهاجم كده ماشي. زي ما بدأنا مع كولر وقلنا ان كولر هو البطل لان هو عمل السيستم. هقول لك ان لعيبه الزمالك هم الابطال لان هم خرجوا بره السيستم. ياه طبعا. ليه؟ بس حلو العنوان. لان الراجل عمل كل حاجه عشان يخسر نفسه. انا واللعيبه نادرا عملت لما بتكلم على مدرب، بس الراجل ده عمل كل حاجه في الجيم في بدايه الجيم غلط. ليه بقى؟ ليه بقى؟ الراجل لعب دايما في الماتشات الكبيره او الماتشات اللي هو محتاجها بيعمل ريسك غريب جدا. بدايه مباراه الاهلي 4-1 لعب بزيزو فتوح اتنين ديفندرين 4-2-3-1 بزيزو فتوح وقدامهم شيكابالا. مظبوط. راجل حصل. لعيب كبير ولكن عنده 37 سنه، فانت بتعمل ريسك كبير قدام النادي الاهلي من الدقيقه صفر من الدقيقه واحد. جيت مباراه الذهاب لارتا سولار بدايه المباراه بتلعب بتفندر واحد وجنبه اوباما وجنبه شيكابالا، بتلعب مباراه بره ملعبك، فانت ريسك عالي جدا. مش عارف ليه وانت بتلعب مباراه ذهاب واياب، يعني المفروض تعمل تامن الاول وبعد كده تعمل ريسك. كولر في مباراه القاهره مع سان جورج في المباراه الاولى في القاهره بيلعب ثلاثه فندر، امام عاشور، ديانج، ومروان عطيه. النهارده الراجل ده جه في المباراه برده نفس المباراه ارتو سولار الثانيه عمل كل حاجه غلط. الراجل بيلعب بثلاثه، دايما بيحب يحضر بثلاثه وقدامهم اثنين ديفندرين وبيلعب بخمسه. الراجل بدايه عمل اوحش حاجه في الدنيا انه جاب اهم لعيب في نادي الزمالك بيلعب على الجون وبيلعب عنده تمريرات المفتاحيه الحاجات اللي بتوصل للجون اللي هو وراح موقفه هنا فتوح. صح كده؟ مظبوط. وجاب الراجل الباك رايت راح مدخله يلعب قلب دفاع، وجاب الراجل قلب دفاع بيلعبه باك رايت. عمل كل حاجه عكس ضد طبيعه اللعيبه خالص. ايوه. ان الثاني عمل سيستم ودخل على طبيعه اللعيبه، الراجل ده عمل كل حاجه ضد طبيعه اللعيبه. بتلعب مباراه بادئ المباراه بثلاث راس حربه. مصطفى شلبي وناصر منسي و سيف الديني الجزيري ومعاه شيكابالا ومعاه زيزو. انت ليه اعتبرت مصطفى شلبي راس حربه؟ لان جناح؟ هو راجل جناح وعنده مواصفات الراس حربه. ماشي. بيقدر يلعب راس حربه. ماشي. فاذا فبيلعب الكل في الكل من البدايه وما عندوش بديل ينزله، يعني لما جه ينزل شوط تاني ما كانش عنده بديل خلاص، هي الفرده اللي رماها كانت اوباما. وبعدين هو لما جه اوباما كان فايق. ده هي دي عدله الجيم، يعني تغيير اوباما صحيح ناصر منسي عدله الجيم. طيب الراجل عمر جابر هنا ودونجا، ليه عمر جابر ما بقاش هنا وليه فتوح ما بقاش هنا؟ مثلا ليه فتوح ما بقاش هنا؟ ليه اوباما ما بقاش هنا؟ يعني في مليون حاجه ممكن تتعمل عكس اللي هو عمله. فهو راح معدي الشوط الاولاني برضه عشان اقول لك انه اللعيبه اللي هي يعني اللعيبه دخلت في سيستم مدرب فحبت تعمل كل حاجه هو بيعايزها فمفيش فايده. الشوط الاول اربع كور ثابته حوالين ال 18 بيلعبهم شورت باس. بتلعب شورت باس ليه؟ انت عندك ثلاثه عندنا الحالات ديت يا جماعه بتاعت عندك ثلاثه بيلعبوا دماغهم وعندك اثنين مدافعين كمان بيلعبوا دماغهم وعندك احسن لعيبه بتعمل كروسات في مصر. عندك شيكابالا وعندك زيزو من احسن لعيبه في مصر يمكن في تاريخ مصر بيعملوا كروسات. عايز تلعب شورت باس ليه؟ الشوط الثاني كل الكور الثابته اللي جت اللي اتلعبت مباشره داخل الجول. صح. كره زيزو الاولانيه في العارضه. يلا ادي الاولى اهي. لا دي مش الاولى. دي الجون؟ لا دي كره ضايعه. دي كره ضايعه. ادي واحد خدها الزمالك. اللي بعدها زيزو جول. دي كور كلها ضايع. انت ضيعت شوط معاك لعيبه بتلعب دماغك كويس فعملتش ده ليه من الشوط الاولاني؟ ما عملتوش بوظته خالص. فجيت عدلت الشوط الثاني. تعالى بقى كل الكور المباشره دخل الجول. انا بلعب ليه؟ انا عندي اطوال وبلعب في ملعبي وخسران ومحتاج العب شغل مباشر على الجون. برافو عليك. ففي واحد مش واخد عليك. مش قاري الجيم اساسا. العب لعب مباشر تخلص الجيم. خلص الجيم افتح بجول وبعد كده ابني. هو مش هو عمال يعمل شورت باس شورت باس شورت باس وحاجات ما بيعملش ما بتاكلش عيش من الاخر يعني ما بتاكلش عيش خالص. لكن اللعب المباشر عشان كده بقول لك اللعيبه لما لعبت اللعب بتاعها هي هنلعب عشان نكسب. الشوط الثاني لعب مباشر. كنت تيجي لشيكابالا راح مدخلها جوه ال 18 عرضيه في العارضه. مش عارف لاوباما لفتوح. فتوح لما جه بقى الشوط فتوح من الدقيقه 46 للدقيقه 56 عامل 8 فرص على الجول. انت متخيل رقم مرعب. لعيب عامل 8 فرص يا اما حاجات في باص في الـ في الـ في الـ في خلف المدافعين لاوباما او لمصطفى شلبي او عرضيات عاملها وعامل حاجات كتير جدا. ده في 9 دقايق بس او 8 دقايق ده فتوح اهو. فانت بتتكلم في شوط كامل راجل موقفه بيلعب في الثلاثه اللي تحت. فدي كانت غريبه جدا. بص فتوح لما بقى موجود هتلاقيه اشتغل حط في مساحه روح اعمل بوس. هتلاقي عملوا ثلاثيات هم التلاقي عملوا ثلاثيه هو واوباما ومصطفى شلبي. بص اهي عايز تقول ده شغلهم هم. ده شغلهم هم.
هو الراجل عمل ايه بس؟ شال فتوح من تحت حطه في الاثنين بتوع نص الملعب بقوا الثلاثه اللي في نص الملعب. فانت فكره ان الزمالك لا اللعيبه لحقت نفسها شوط ثاني. لا الراجل ما وقفش عند بس. الراجل عمل خطا كارثي لان الدنيا ماشيه كويس قال لك لا انتوا ازاي هتمشوا الدنيا كويس؟ لا احنا نرجع بقى عشان نبوظها ثاني. إيه راح مبوظها ثاني. ازاي بقى؟ راح مطلع الراجل سيف الدين الجزيري. ايوه صحيح. ومنزل ابراهيم النضاي ومدخل شيكابالا جوه الملعب. يعني شيكابالا مسجل هدف من جوه الملعب وعامل ثلاث كروسات اللي هم جون اللي بالهيد في العارضه كلهم من ناحيه اليمين بالكره بتجيله. راح الراجل مدخل شيكابالا جوه ومدخل وملعب ابراهيم النضاي راس حربه ومطلع زيزو ناحيه اليمين. وراح مرجع اوباما اللي كان بيجي هنا اللي كان بيوصل في الحتت دي راح مرجعه يلعب جنب دونجا. انت يعني انت عايز ايه؟ اذا في الاهلي ختاما لانه الوقت معاك جري وانا مستمتع. وايه رايك ما تبقاش اخر مره؟ ان شاء الله ما تبقاش اخر مره. ها؟ ان شاء الله. لان واضح ان الكيمياء راكبه. الكيمياء راكبه. يبقى اذا احنا بنتكلم الاهلي سيستم وطبق على اللعيبه ففاز الاهلي. الزمالك فاز عندما خرجت اللعيبه من سيستم اسري. من سيستم اسري.